السلام عليكم. طالما الناس الدنيا رمضان وبدناش ننكش أي بلد ولا سياسي ونحكي على حدا هسا، في موضوع ببالي بدي أحكيه بصراحة، لأنه صحيح كمان الشياطين من ضب والمثليين بسووش أفلام وفيديوهات نرد عليهم، فخليني أحكي بشيء مهم. في 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 والله أنا بيجيني رسائل ما شاء الله بالكثير والحمد لله رب العالمين، الشباب يعني بيثقوا، بيحاولوا يسألوني وبيثقوا فيي. أنا حابب أحكي عن نقطة الهجرة للشباب. أنا بيجيني كثير يعني بصراحة يعني بالأسبوع يمكن 10 أو 15 رسالة على الأقل إنه بدي أهاجر على أمريكا وشو رأيك وكيف أمريكا. شوف أنا راح أحكي رأيي المتواضع، وأي إنسان عايش في أمريكا أو عايش في أوروبا ممكن يعني يضيف على كلامي أو يصححني، أنا يمكن أنا غلطان. بس أول شيء بحب أقوله، ما حد بقدر يعطي جواب يعني جواب يعطي حقه للسؤال صراحة. يعني بدي أحاول دقيقتين ثلاث أو أربع دقائق أحاول أشرح لك شوية اللي أنا بعرفه. اللي بده يهاجر لأمريكا لو يجي على يدرس أو يجي يهج من بلادنا العربية مع الأسف بده يكون مضطر، بس في كثير شباب والله ما هم مضطرين. يعني أنا بسأل ظروفهم مثلا، أنا بقول شغلة، أمريكا يا جماعة الخير ترى يعني ممكن تكون مقلب بنظر أي إنسان. كثير أجهون وقالوا إنه هذا مقلب. أمريكا مش مثل أول بالسبعينات بالثمانينات، أول التسعينات ممكن، بس عن جد يعني الوضع مش مثل أول. يعني أولا التحفظات على الأوراق، لازم يكون عندك أوراق تشتغل، إذا ما عندك بدك تضطر تشتغل عند فلان وعلان عند المؤاخذ. يعني الشغل مش عيب بس بدك تضطر تشتغل، ومع الأسف مش راح تأخذ حقك صراحة. يعني الشيء الثاني، إذا مسكت غير قانوني بتكون مشكلة عندك. إذا حتى معك أوراق كله بيعتمد عليك، بيعتمد على شخصيتك، بيعتمد على إنجليزيتك، بيعتمد على اللغة، يعني اللهجة اللي ممكن تتعلمها بسرعة، برضو بيعتمد على مؤاخذة على قدر المساعدة راح تأخذها هون. حدا أمن لك سكن، ممكن تعرف ناس تقعد معاهم أو سيارة أو مواصلات أي شيء. يعني هذا كله عوامل بتساعدك أو بتضرك. فيعني صعب واحد يقول لك الرأي بالضبط. بس في أنا لاحظت شغلة، إنه في ناس بيكون عنده وظيفة، عنده ما شاء الله سكن، عنده عيلته، بده يترك كل شيء يجي على أمريكا. صدقوني أمريكا مش مثل ما أول، ما بتفكروه يعني تفكروه مثلا إنه بلد تعال بشوالات عبي فلوس. لا والله بنشتغل ساعات طويلة، يعني ساعات طويلة جدا، والحمد لله رب العالمين مستورين. وحتى اللي معاه يعني مبالغ وبطلع والله تعبان فيهم، يعني بدك فترة تطلع. أنا بصراحة في عدة مجالات، إذا معاك شهادة، إذا معاك مهنة، إذا معاك لغة، إذا معاك إذا 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 في شغلات عوامل يعني كثيرة لازم تكون معاك وتساعدك تشتغل فيها. طبعا بده يكون معاك أوراق، بده يكون معاك تصريح عمل، شيء ضروري جدا. وبرضه بيعتمد على مادياتك، يعني هذا المؤاخذة كل إنسان هنا بيساعدك قدر المستطاع، بس بدك تكون عندك ماديات تدعمك. بس أنا برأيي إذا عندك وظيفة ساترتك وعايش بين أهلك، صدقني والله أستر لك، وإن شاء الله الله بكتب لك النصيب. بس اللي بحب يسألني على الخاص أنا حاضر، ما عندي مشكلة. معلش متطلبات العمل. فيعني يا ريت ما أخذناهوش عشانكم. اللي بدي أحكيه إنه يا ريت لو تكون أنت تدرس الموضوع أحسن، واللي بإمكانه يجي زيارة هون، زيارة إذا في إمكانك تيجي زيارة شهر شهرين ما تخالف. يعني خليك أنت لا تكون مخالف بالفيزا، بتكون تمام على الأقل تدرس الوضع وبترجع إذا ما عجبتك، أو تقعد إذا عجبك. فرجاء اللي حاب يسألني أنا ما عندي مشكلة، يضلك يسألني، بعت لي أنا متواصل مع أي إنسان يعني الحمد لله رب العالمين. بس يعني في ناس كثير هم تحب يعني ممكن تصلحني أو مثلا تضيف على كلامي. بس إذا عندك حد يوجهك يعطيك نصيحة يا ريت. والله مش كنا جانا يعني جينا البلد علينا حدا يوجهنا وينصحنا، فإن شاء الله كنا الأحسن. بس اللي عند أهله على مهله، هذا رأيي. السلام عليكم.